مشاهدينا مشاهدي مصر التعليميه في كل مكان، برحب بحضراتكم حلقه جديده من حديث التعليميه النهارده مع حضراتكم. يوم جديد من ايام العيد، كل سنه وحضراتكم طيبين، ويا رب ان شاء الله كل ايامنا اعياد وفرحه وسعاده، ودايما متجمعين على كل حاجه جميله باذن الله. النهارده معانا لقاء خاص جدا، وحديثنا يمكن عن الايام المباركه اللي احنا بنعيشها دي. من السنه للسنه بنستنى يعني النسك الاعظم والركن الاعظم من اركان الاسلام، حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. يمكن السنه دي حضراتكم عارفين نظرا لمرور العالم كله بجائحه كورونا، ويعني ربنا يرفع علينا جميعا البلاء والوباء، المملكه العربيه السعوديه يعني فقط المقيمين فيها هم اللي بيؤدوا هذه الشعيره، والحمد لله رب العالمين يعني انه الفرد بيؤدى في الاراضي المقدسه، ربنا يديمه علينا جميعا. هل يعني في الظروف دي الحج بيت الله الحرام فقط هو اللي يعني بيعمل الشعيره دي؟ احنا ممكن كمان نحج بس بايماننا وبقلوبنا انه الشعيره دي موجوده، ممكن نعمل حاجات كثيره جدا توازي الشعيره دي، ويمكن هنعرفها حالا مع ضيفنا اللي مشرفنا النهارده فضيله الشيخ محمد عبد المحسن بخيت من علماء الازهر الشريف. هنتكلم عن ايام العيد وازاي فيها صله ارحام وفيها تقارب مع اهلنا، هنتكلم عن ايام التشريق. بنرحب بحضرتك معانا فضيله الشيخ، كل سنه وحضرتك طيب، عيد سعيد على حضرتك وعلى الامه الاسلاميه. كل سنه طيبين وحضرتك طيب. خلينا نتكلم على انه يعني اول حاجه انه الشعيره الكبرى دي او الركن الاعظم من اركان الاسلام الحمد لله بيؤدى الان في الاراضي المقدسه، ربنا يديم علينا هذه النعمه. ويعني يمكن كتير من الناس بتسال حضرتك السؤال ده، يمكن كتير بيقول لك انا نفسي احج، انا يعني السنه اللي فاتت السنه دي ما قدرتش احج، وربنا طبعا اعلم بنيه كل انسان في انه فعلا عنده صدق في ان هو نفسه يحج. اللي ما حجش فضيله الشيخ ونيته صادقه جدا لله، يعني فضل عند ربنا كبير ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم الأنبياء والمرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بداية ونحن في أيام عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذا العيد علينا والأمة الإسلامية ومصرنا بخير، وأن يرفع عنا الوباء والبلاء، وأن يسلم بلادنا من كل سوء يا رب العالمين. بداية الحج هو ركن من أركان الإسلام، والله سبحانه وتعالى قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، والحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة. في هذه الظروف الاستثنائية منع أو يعني منع الحج للظروف الاستثنائية، ونحن طبعا جميعا يعني نؤمن بهذه الظروف ومع هذه الظروف راضين بقضاء الله الحمد لله، وكراضين بقضاء الله، وبندعو الله سبحانه وتعالى ليل نهار أن يرفع عنا أمين. هذا الوباء وهذا البلاء يا رب العالمين. الحج زي ما حضرتك تفضلتي اللي منع من الحج وفي نفسه كان عاوز يحج، هناك أمور كثيرة يفعلها الإنسان ويدرك ثواب الحج بإذن الله، أو يعني هيكون قريب من ثواب الحج في هذه الظروف. حتى لو فيه استطاع ان هو يذهب الى الحج وهو معهوش استطاعه ماديه يذهب، برضه النبي صلى الله عليه وسلم ما حرمناش وقال لنا في هناك امور كتير تعملها. زي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر في جماعه ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتي الضحى كان له كاجر حجه وعمره تامه. هذه حاجة من الحاجات. صحيح. من مشى إلى فريضة إلى الصلاة كان كأجرها حجة وعمرة. هناك مش شرط إن أنا لازم يعني فوق، هناك ناس يقول لك أنا متعود حجة كل عام. بنسمعها كتير. هو الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه حج مرة واحدة، حجة الإسلام حجة واحدة، وكان في استطاعته أن يحج كل عام، ولكن هو حج مرة واحدة لكي يخبرنا ويعلمنا أن الحج مرة واحدة في العمر. أما بعد ذلك هناك أيتام زي ما حضرتك تفضلتي، هناك ده الأبواب بقى كتير في الشيخ، هناك من تريد الزواج، فتاة عاوزة تتزوج وليس في استطاعتها الزواج، هناك شاب يريد العمل وليس معه رأس مال، عاوز رأس مال يعمل مشروع صغير هيعوله وهيعول أسرته أو هيتزوج ويعف نفسه عن الحرام. أنت خدت ثواب أسرة كاملة لو تبرعت بأجر هذا الحج، حتى لو ما فيش كورونا وانت حجيت مرة واحدة، يعني اجعل هذا المال
طلعوا في هذه أوجه الخير، أوجه الخير. هناك أطفال يريدون عاوزين عمليات جراحية، كتير جدا. هناك مرضى السرطان، مرضى عارفين. مستشفيات ماء السرطان، مستشفيات غسيل الكلى، المستشفيات الحكومية مليانة، المستشفيات الحكومية، حالات كثيرة جدا. كل هذه الأشياء يمكن يعني أن نصرف فيها هذه الأموال، والله سبحانه وتعالى كريم لا يضيع الأجر أبدا بإذن الله. عمره ما هيضيع أجرك أبدا. إنما احنا للأسف كل واحد لك أنا حر في مالي، إلا الذي أعطاك المال هو الله سبحانه وتعالى، والذي أمرك بحجة واحدة هو الله سبحانه وتعالى، والذي أمرك بمراعاة الفقراء والمساكين والمحتاجين هو الله سبحانه وتعالى. يبقى احنا نمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى حتى نغني غيرنا عن السؤال، حتى نعطي غيرنا، حتى لا يسأل غيرنا، حتى لا يحقد غيرنا علينا. هو يعني هو هذا الفقير أو هذا المحتاج أو هذا المريض لو يعني رأك كل عام تروح تحج ويعني والإعلان وهذا الكلام، يعني ما هو هيحقد، هيكون جواه حقد، لأنه هو مش قادر حتى أبسط الأمور اللي هو عاوزها في حياته. وأنت كل سنة، والإسلام ما أمرناش بكده، الإسلام أمرنا بالتراحم، أمرنا بالتكافل، أمرنا إن احنا نكون متكاتفين مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ربنا يفتح عليك ويزيك فضيلة الشيخ. والحقيقة يعني فعلا أبواب كتيرة يمكن حضرتك بتدل عليها النهاردة، ومش باب الحج فقط هو المفتوح، في أبواب كتيرة جدا جدا. ويمكن زي ما قلنا البناء نزل على البشرية كلها وعلى الإنسانية، فرضت الحج الحمد لله ما وقفتش، يعني ده من رحمة ربنا بينا ان احنا شايفين المناسب بتؤدى، وانه الحمد لله في وقوف بعرفات، والحمد لله كل الحاجات دي موجودة. لكن الحقيقة اللي ممكن يقف بقى صدقة الإنسان او خير الإنسان على الآخرين، او ان هو يحاول بقدر المستطاع ان هو يبر اللي حواليه. الأبواب اللي حضرتك قلتها دي من الأبواب يعني الحمد لله اكيد بتعادل، والله هو ربنا يعني بحسابه وبميزانه اكيد اعلى واجل، لكن حساب الحج مش اقل ابدا من حساب انه اتزوج فتاة يتيمة، اني اعمل عملية جراحية لطفل محتاج، الحاجات دي كلها. طيب هيظهر بقى تساؤل يقول لحضرتك، طيب انا نفسي ادور على الابواب دي، ادور عليها ازاي؟ يعني اعتقد برضو ليها مراتب ودرجات يا فضيلة الشيخ، يعني هتلاقي حضرتك في كل اسرة احيانا في طرف كده في الاسرة محتاج، يعني تحسبهم اغنياء من التعفف، هتلاقي جار يمكن محتاج. خليني اقول لحضرتك برضو ظروف التعليم مثلا اختلفت خالص وبقت في تكلفة طبعا عالية جدا، برضو من الابواب الرائعة اللي ممكن الانسان يحاول يساعد في تعليم فتاة، ولا يساعد في تعليم شاب محتاج يكمل تعليمه ومتفوق، لكن الظروف المادية ممكن الاسرة مش سامحة. يعني في ابواب كتيرة وفي بقى درجات في ان احنا ندور على الناس دي. طبعا اكيد يعني حضرتك انت تكلمتي في موضوع من المواضيع المهمة جدا، ممكن يكون فرع من الاسرة ربنا من عليه بالمال والفرع الاخر فقير. وهذا حدث امامنا كتير، بنشوفه يا فضيلة الشيخ. بل للاسف يقول لك خد هذه الاموال طلعها بس اوعى تدي لاخويا. لا اله الا الله. حصل؟ لا اله الا الله. طب ليه؟ عافينا يا فضيلة الشيخ. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصى بأهله، والخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. والنبي صلى الله عليه وسلم زينب زوجة عبد الله بن مسعود جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وامرأة أخرى تدعى زينب، فاستأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا بلال بن رواح خرج، فقال له يا بلال اسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هما هاتين المرأتين استحيتا أن تسأل أنهم استحيوا أنهم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. أو هي زينب زوجة عبد الله بن مسعود قالت أنا عندي مال، شو تبدل لزوجها؟ أنا عندي مال. هل تجزئ الصدقة عليك؟ هو زوجها وهي مسؤولة منه. العكس، هي لها مال خاص، قالت أنا عاوز أطلع الصدقة، تجزئ الصدقة عليك؟ فقال لها والله يعني أسأل النبي ولكن أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أقول له زوجتي عاوزة تطلع لي الصدقة. أي واحد يسمع لك ده أنت خد اللي معاها منها غصب عنها وخدها وهي لا، مفيش الكلام. اسمعوا ده بقى من فضيلة الشيخ، يعني شوف الإسلام رحيم قد إيه. الزوجة دي مالها الخاص بها مالناش دعوة بيه، هي مسؤولة من زوجها، المأكل هو سبحان الله والمشرب يعني والملبس والكسوة والسكن وكل شيء. إن هي تفضلت وسعدت زوجها
يبقى كان به. قالت لك لا، مالي الخاص بي يعني برضو لا نهضمها حقه، خاص بها انت حر فيه. فزينب دي زينب قالت لزوجها عبد الله بن مسعود، قالت له هل اخرج الصدقه لك؟ فقال لها والله نسال النبي، بس انا هروح اسال النبي اقول له زوجتي زوجتي يعني خرج عايزه عليها اطلع. صدقة. فقال اذهبي واساليه. راحت، راحت يا بنات الشيخ فقالت فاذا امراه بالباب حاجتها حاجتي، نفس الحاجة، جايه نفس السؤال تخرج. وده برضه شفت يدل ازاي؟ على الزوجات يعني بتبحث ازاي تقف جنب زوجها، الله يبارك في الشيخ، احنا يعني في ايام بتبحث. مباركة وفي العيد مش عايزين خناقة العيد يا فضيلة شوف الشيخ، شوف هي وعايزين ايام كده طيبة بتبحث ازاي مفيش تشاحم الصدقه ولا اللي هي بتاع، تطلعها. شفت ازاي؟ بتبحث شايفه زوجها يعني محتاج، قليل الحيله، ايوه او راتبه مش مكفيه، او دخله مش تقول لك مكفيه، ماليش دعوة فضيلة ماليش الشيخ دعوه انت ده انا علي. كلام. لا شوف الزوجه خد فاذا من امهات المؤمنين بقى ومن فاذا ده الصحابة فاذا والتابعين هي يعني امراه القدوة والمثل يعني. فاذا امراه حاجتها حاجاتي نفس احنا عايزين السؤال ده. فخرج سيدنا بلال من عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يعني هم استحيوا هم يخشوا هم يسالوا النبي نعم صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فقال لبلال اسال النبي صلى الله عليه وسلم هل تجزي الصدقه من المراه على زوجها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم ايوه شفت القول بقى، ولهما اجران، ربنا يزيدك يا فضيلة الشيخ يعني اجران، بجد. اجر الصدقه واجر القرابه. الايام اللي احنا فيها دي، الزوج اللي فقد فرصه عمله او الزوج اللي عنده بعض المشاكل، الزوجه الحمد لله ممكن تكون عندها ارث من اسرتها او عندها مال خاص بيها، بجد ما يعني بقدر المستطاع نحاول نتكافل مع بعضنا. ونبينا الكريم صلى الله عليه وسلم احتسب صدقه هو على الزوج، النبي صلى الله عليه وسلم ده احتسب صدقه واحتسب اجرين، مش اجر واحد كمان، واجرين كمان. يعني انا ممكن اطلع الصدقه الواحد ده اجر. اجر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عشان نعرف فضل اخراج الصدقات ولا في سيما في الايام دي ايام هذه ايام العيد، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى شرع زكاه الفطر ليه في عيد في عيد الفطر، وشرع من الاضحيه تمر في عيد، للصائمين صحيح، وشرع الاضحيه في الاضحيه عيد في ايه؟ في عيد الاضحى. دي فيها لماذا؟ طعام وفيها طعام شوف. لماذا؟ لكي يوسع الله على الفقراء. لما نيجي كلنا نطلع زكاة الفطر بنطلعها قبل العيد، طبعا هنروح نديها للفقير، هنعطيها للفقير، وسعنا عليه، ربنا يزيد ده صحيح، اداله وده اداله، ربنا يزيد راح الناس كلها والله راح صحيح. راح جاب لاولاده لبس الملابس العيد العيد واكل وطعام واكل العيد، طعام العيد ووسع ايوه على بيته. طعام الاضحيه برضه ما هو توسعه، طبعا يا من فندم باب طبعا. التوسعه على الفقراء والمساكين، لما اذبح اضحيتي ووزع على انا الفقراء لسه جاي لحضرتك والمساكين. في الاضحيه يعني، ممكن احنا عارفين ان احنا ما انا هنربطها هنيجي دلوقتي. للاضحيه دلوقتي، بس انا بقول لك حضرتك ان دي من باب، شوف الاسلام شرع دي وشرع دي في العيدين علشان ما ينساش الفقير في العيدين، محدش فكر فيها دي انها لان فيها طهرة كده للناس لان كلها. العيدين فرحه، العيد فرحه بعد عباده الصيام وبعد عباده فرحه، ومش معقول اللي هو عن ربنا اعطاه هيفرح ويسيب الفقير ما يفرحش. ربنا شوف يزيدك ربنا يا لحد فين. صحيح ولذلك بقى اخراج الصدقات في الوقت دهوت هو ده واجب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عشان يحفزنا على اخراج الصدقات قال صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامه حتى يقضى بين الناس. يعني ايه الكلام ده؟ انا طلعت جنيه، طلعت 10 جنيه، طلعت لحوم للفقراء، طلعت صدقه، هتيجي الصدقه دي هتضل هتعمل ظل يوم القيامه في ارض المحشر يوم لا ظل الا ظله، لا ان شاء الله. فهقف في ظله. حتى قال راوي الحديث فرجل كان اسمه ابو مرصد كان لا يخطئه يوم الا ان يتصدق ولو بكعكه او ببصله عشان ما يفقدش ثواب ايه؟ ثواب الصدقه. ولذلك في زوجه برضه، شوف عشان انا بضرب لك المثل علشان احنا محتاجين الامثله دي في حياتنا. اتفضل يا فندم. الزوج يتعامل مع زوجته بما يرضي الله، والزوجه تتعامل مع زوجها بما يرضي الله، ولو تعامل الاثنين ما يرضي الله عاشت الاسره وعاش البيت في هناء في هناء وسعاده. امراه اسمها سعده بنت عوف زوجة طلحه بن عبيد الله دخلت عليه فراته مهموما حزينا، فقالت له ما لي اراك مهموما حزينا، ارابك منا شيء؟ شوف الزوجه الصالحه. في هناك زوجات تقول لك ايه، هو حر وقالب بوشه وضارب بوز، هو انا زعلته؟ الاعياد ما انا بخاف من الاعياد يا فضيله الشيخ والله في الحكايه دي، والنبي ما حدش بس يختلف مع حد في العيد ولا يبقى في هو تشاحن، عايزين كده ود وتراحم هو المفروض وسعاده بالعيد. يعني ومن اياتي ان خلق لكم خلقكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. ورحمه هي الموده والرحمه، ان انا لما اشوف زوجي زعلان اساله انت زعلان ليه؟
اه والله وهي بقول لهم يا ولاد سيف. وهي لما تشوف وهو لما يشوفها زعلانه، انت زعلانه ليه؟ ايوه لو في شيء منهم مزعل التاني يحلوه ودي بينهم الاثنين، مش صحيح، لان كل لو دخلنا واحد بس اتسعت الفجوه، دخلنا اثنين اتسعت اكتر، دخلنا الاهل اتسعت اكتر، باظت خالص. باظت خالص. فالمراه دي اسمها سعده بنت عوف دخلت على زوجها لقته مهموم حزين، قالت ما لي اراك مهموما، ارابك منا شيء؟ حاجه مزعلك مننا؟ شوف الزوجه الصالحه، قال والله نعم حليله المرء المسلم انت، انت زوجه صالحه وزوجه طيبه، عمرك ما زعلتيني ولا هتزعليني. قالت فما بك؟ ايه اللي مزعلك؟ قال اجتمع عندي مال ولا ادري ماذا افعل به. انا لا الارض إله جابت إلا مال الله، لا إله والمحلات إلا جابت الله، المال لا ولميت إله إلا الايراد الله، كله والمال كتر قوي عندي لا مش إله عارف اعمل إلا به الله، ايه. لا إله إلا الله. اكيد المال كتر عندك مزعلك. آه لا شوف إله احنا إلا الله. النهارده، لا ده انا هروح اشتري بقى شاليه في حته فلانيه، ده انا هغير الشقه كلها، ده انا اشتري شقه اكبر، ده انا هحط ده اعمل أيوة العيال اولاد اعمل مستقبلهم. زوجته بقى المفروض تقول، كان المفروض هات شوية. هات نحطهم في كذا. شوف زوجته ليه؟ قالت له اخرجه صدقه في اهلك. لا إله إلا الله، قلت له جمع فعلا اهلك وطلعها شوف صدقه. أهلك فين واديهم الفلوس دي. هات قرايبك الفقراء من قرايبك. الفقراء انا طبعا، لسه بقول لحضرتك في احنا الاول لسه هنتكلم يقول لك عليهم. طلع الفلوس ديت لا بس الا تودي لأخو، ما توديش لاخويا ولا تدي معقولة لقرايبي. معقولة بقى الشيخ، ربنا يعافينا يا رب. فالراجل طيب فرصة في العيد بقى التوسعة على القرايب والأخوات. يعني حضرتك فتحت هنا نقطة برضو مهمة جدا، اللي هي الخصال أو القيم الأخلاقية اللي ممكن تبقى يعني موجودة في الأعياد، اللي فعلا ما زارش اخوه من زمان، اللي ما زارتش اختها، اللي ما راحش لوالده، اللي ما راحش لوالدته. الاعياد دي فرصه طيبه جدا 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 ان احنا كده التشاحن على جنب، ده انا زعلانه منه عشان الميراث، ده انا زعلان منه عشان مختلفين على حته ارض مش عارف ايه، على حاجات زي كده. فضلت الشيخ كل الحاجات دي يا ريت نرميها جانبا ونشوف كده في العيد، ممكن دي فرصه كويسه جدا وطيبه جدا. يلا اللي ما راحش النهارده لوالدته لوالده لخالته لعمته، مع حضرتك هنسمع كده نعمل هو ايه. للأسف مش العيد اللي هيجمعنا ونزور بعضنا. احنا فرصة يعني، احنا بنقول بداية لا ده هو ده هو العيد سبب، بداية سبب العيد يعني. سبب ان احنا نتجمع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق الثلاث. ما بالك اذا كان الاهل والاقارب، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق الثلاث. وحديث اخر لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق الثلاث فيلتقيان فيعرض فيعرض هذا ويعرض هذا، هذا فخير من خيرهم الذي الذي يبدأ يبدأ بالسلام. بالسلام. وحديث آخر لا يحل المسلم يهجر أخاه فوق الثلاث فليلقه فليلقي عليه السلام، فإن رد عليه السلام اشترك في الأجر، فإن لم يرد عليه السلام فقد خرج المسلم من الهجرة وبقى هو بالإثم. يعني احنا لا اتنين، إله إلا الله. احنا اتنين مخاصمين بعضنا، اتقابلنا في الطريق انا بقول له السلام عليكم، رد علي السلام خلاص احنا الاتنين خدنا الأجر والثواب عند ربنا سبحانه وتعالى. ما خدش مني ما ردش علي السلام، يبقى انا زي ما بنقول بلغتنا عداني العيب وعملت اللي عليا، انا خدت الثواب وخرجت بقى من الهجر. ولذلك يعني انت صمت رمضان كله وتهجد وعبدت وقرات قران وصمت، وجيت دلوقتي في عشر ذي الحجه اجتهدت وعبدت ربنا وصمت عرفه وده كله وبرضه لسه مخاصم. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال ترفع الاعمال الى الله في كل يوم اثنين وخميس إلا متخاصمين يقول أنظرا هذين حتى يصطلحا، أنظرا هذين حتى يصطلحا، أنظرا هذين حتى يصطلحا. يعني في حاجة اسمها تقرير بيرفع إلى الله سبحانه وتعالى، في تقرير أسبوعي، في تقرير يومي، تقرير يومي، في تقرير أسبوعي، في تقرير سنوي. التقرير اليومي النبي صلى الله عليه وسلم قال يجتمع فيكم ملائكة في بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، فيصعد الذي باتوا فيكم فيقولون كيف تركتم عبادي، فيقول يا رب تركناهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. في ملائكة وردية بتنزل من الفجر لحد العصر، وفي وردية تنزل تاني من العصر لحد الفجر، فبيرفعوا كل يوم تقرير لربنا سبحانه عن عني وعنك وعن العباد. فربنا سبحانه وتعالى التقرير اليوم بيسالهم انتوا جايين منين؟ جايين من الارض يا رب. طب العباد بيعملوا ايه؟ بيصلوا، فلان بيصلوا، فلان. التقرير اليوم، التقرير الاسبوعي يوم الخميس. طيب بيرفع يوم الخميس جاي فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يسال عن صيام الخميس والاثنين، قال هذان يومين يرفعان فيهما اعمال الى الله واحب ان يرفع عمل وانا صائم. فانت بترفع لك التقرير اهو، تيجي بقى التقرير اللي هو نهاية العام اللي هو من نهاية رمضان ترفع الأعمال في نهاية شهر رمضان ويعتق من النار عن السنة كلها. طيب أنت مخاصم أخوك أو مخاصم أبوك أو مخاصم أمك أو مخاصم زوجتك أو مخاصم جارك، عملك ده كله مش هيرفع. يعني ولكنك عملت حاجة علشان إيه؟ سلام عليكم، علشان زيارة،
ده عمل فيا وسوى ده، هو لازم ان هو اللي يجي لي ده. الكلام ده ما الكلام ده ما ينفعش. لابد ان احنا نكون يعني عندنا هذه الثقافة حتى نعيش في أمان وسلام، ونسأل الله يعني أن يتقبل منا جميعا. آمين العالمين. يا رب العالمين، اللهم تقبل، ويا رب إن شاء الله دايما كل أيامنا فيها سعادة وفرحة وصلة أرحام وبر والدين وكل الخصال اللي نتمنى أن احنا نشوفها في الأمة الإسلامية كلها. الحقيقة بنشكر حضرتك على الجزء ده فضلت الشيخ. هنروح مع حضراتكم لفاصل سريع، وبعد الفاصل هيرجع زميلي العزيز أيمن سيد ويكمل كلامه مع فضلت الشيخ محمد عبد المحسن بخيت من علماء الأزهر الشريف عن مناسك الحج وأيام التشريق. انتظرونا بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، أهلا بحضراتكم من جديد. لسه مكملين هذه الحلقة من حديث التعليمية، وأحب أهني حضراتكم والمسلمين أجمعين بالعيد الأضحى. ولسه مكملين مع فضيلة الشيخ محمد عبد المحسن بخيت من علماء الأزهر الشريف، والحديث عن العيد الأضحى. وكان بدأ هذا الحديث في الفقرة الأولى، أما عن هذه الفقرة فهنتكلم فيها شوية عن الحج ومناسك الحج. بجد ترحيبي مرة أخرى بفضيلتك فضيلة الشيخ محمد عبد المحسن بخيت، وسعداء بوجودك معنا النهاردة في هذا اليوم الرائع، يوم من أيام عيد الأضحى. فريضة الحج هي يعني تعتبر من الأشياء التي بني عليها الإسلام، وهي في المرتبة الخامسة، وهي خصصت لمن استطاع لهذه الفريضة سبيلا. خلينا نتكلم شوية عن هذه الفريضة، متى فرضت والحكمة من الحج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فريضة الحج زي ما حضرتك ذكرت هي من أركان الإسلام، وفرضت في السنة التاسعة من الهجرة. والحج الحكمة من مشروعية الحج، لو جينا تتبعنا المناسك اللي هي مناسك الحج، فإنه يشبه يوم القيامة، يشبه يوم القيامة في مناسكه، حتى يشعر المسلم أو يستشعر المسلم بيوم القيامة. يعني لو جينا شفنا لبس الإحرام، المسلم علشان يبدأ مناسك الحج لابد الأول الاغتسال، وهذا يشبه الغسل، لما الميت بيموت بيغسله. صحيح. ولبس الإحرام اللي هو ثوبين أبيضين بيشبه الكفن. وبعد كذلك يتجرد المسلم من جميع ملابس الدنيا، حتى يعلم المسلم أنه لا يأخذ شيئا من هذا كله، وهو ذاهب إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. إذن فضلتك، في كل حاجة في الحج لها حكمة خاصة بها. لا حكمة، من أول الاغتسال، من أول الملابس نفسها. لا حكمة دنيوية وحكمة أخروية. صحيح. يعني حضرتك زي ما قلنا الإحرام نفسه يشبه الكفن، حتى يعلم المسلم أنه في يوم من الأيام سيجرد من ثيابه وسيذهب إلى الله سبحانه وتعالى بهذين الثوبين، أو في الكفن يبقى ثلاث أثواب. بعد كده بتيجي حكمة الطواف. الطواف أن يعني الملائكة، هناك ملائكة تطوف، هناك بيت المعمور فوق الكعبة في السماء، هناك الملائكة تطوف، فنحن نطوف في الأرض لله سبحانه وتعالى، حتى يجتمع الطواف من أهل الأرض ومن أهل السماء ومن أهل الأرض لله سبحانه وتعالى. لو شفنا السعي بين السعي الصفا والمروة، هنتذكر السيدة هاجر أم إسماعيل وهي تسعى لتبحث عن ابنها عن الماء. الله سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا أن الحياة سعي وكفاح، وليست نوم، وليست نوم ويعني استرخاء واسترخاء. فاحنا هنا بنتذكر السيدة يعني اللي راح هناك بيشوف المسافة، المسافة اللي هي بين الصفا والمروة مشقة، فعلا مشقة مشقة، وجبل تطلع الجبل ده شوية والجبل ده شوية. فهنا نتذكر كيف عانت أم إسماعيل السيدة هاجر. وزي ما قلت لحضرتك أن الله يخبرنا ويعلمنا أن الحياة سعي وكفاح. حلق الشعر والتقصير، أن الله سبحانه وتعالى عاوز يعلمنا أن أنت تتخلص من ذنوبك ومن سيئاتك بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. الوقوف بعرفة، شوف أنت بقى يعني الجميع يقف بعرفة، الكل يستوي،
الغني مع الفقير، الأبيض مع الأحمر، اختلاف اللغات واللهجات، ولكن الكل يقف في مكان واحد بلباس واحد، يضرعون إلى إله واحد، كل إيه سواسية. فهذا الله سبحانه وتعالى يريد أن يشبه هذا الموقف بيوم القيامة. صحيح. لا فرق بين عربي ولا أعجمي ولا فقير ولا غني ولا كبير ولا صغير إلا بالتقوى والعمل الصالح. فإحنا كلنا وقفنا في يوم عرفة، هنا يشبه يوم القيامة بالضبط. العاقل عليه أن يتدبر، اللي بروح يحج أو إحنا بنرى بأعيننا على شاشة التلفاز، نتدبر هذا ونعرف أن إحنا هنمر بهذه مثل هذه اللحظات يوم أن نلقى الله سبحانه وتعالى. الحقيقة مهم أوي أن إحنا نستحضر في قلوبنا وفي عقولنا وأذهاننا للي يعني هيؤدي أو بيؤدي هذه الفريضة، كل الحاجات اللي حضرتك قلتها دي في كل المناسك الخاصة بفريضة الحج، علشان الواحد يشعر ويبقى فاهم هو بيعمل ايه، وكل حركة وكل حاجة بيعملها هي ليها معنى وليها مغزى، المفروض ان احنا كلنا نبقى مستوعبينه. وزي ما حضرتك ذكرت في الفقرة الاولى، انه اللي ما بيستطيعش ان هو يطلع، ما عندوش المقدرة المادية، او نظرا للظروف اللي بيمر بها العالم كله، الفيروس اللي اجتاح العالم كله الحقيقة، فالنية وحدها تكفي وتحتسب. طبعا. خلينا نتكلم عن من هو المطلوب منه أداء هذه الفريضة، وإيه هي شكل المقدرة المادية يعني، وهل أنا لو عندي المقدرة المادية وما طلعتش عملت هذه الفريضة، هل أنا بدل ما أثاب إذا عملتها، هل أنا أعاقب إذا كان عندي هذه المقدرة المادية وأنا قصرت؟ طبعا إذا كان عندك، طبعا إحنا زي ما ذكرنا في الفقرة الأولى في هذا الزمان، يعني علشان ظروف كورونا ما فيش غير الحجاج الداخل في الأراضي السعودية. طيب إذا كان الإنسان عنده المقدرة المادية، المقدرة الأول على من المقدرة تجب هذه الفريضة، على كل مسلم، تجب على كل مسلم بالغ عاقل، بالغ عاقل مقتدر، بالغ عاقل مقتدر، تمام، مقتدر. المقدرة الصحية والمادية، يعني فيه مريض طريح الفراش لا يستطيع ان احنا ننقله يروح يحج، غير مستطيع جسديا. طيب فيه انسان ما عندوش المال اللي هو يقدر يروح بيه، انا عندي مال عايش بيه، او عندي ولد هزوجه، عندي بنت هزوجها، عندي مثلا، اذا كان عندي بقى اصبح عندي المال فائض بعد زواج اولادي وبعد احتياجاتي وفاضل المال، يأسم فعلا إذا لم يخرج إلى أداء هذه الفريضة، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال على مين؟ لمن استطاع إليه سبيل، والسبيل هي استطاع المادية. إنما زي ما كنت أنا علي ديون، زي الناس برضو يروح يستلف أو يجيب كارت أو عشان لك حج، لا أنت مش واجب عليك. الموضوع ده الحقيقة بدأ فكرة أنت الحج بالتقسيط، حج بالتقسيط والكلام ده كله، والفرض علشان الله سبحانه وتعالى قال لك استطاع، انت مستطيع، استطاع مادية، انت مش مستطيع تروح لما انت عندك اشياء كتير قوي تعملها، زي ما قلنا في الفقرة الاولى. الله سبحانه وتعالى يعطيك مثل ثواب الحج، طبعا مش هديك مثل ثواب اذا رحت هناك، بس هيعطيك زي ما قلنا زي ما ذكرنا. طيب انا غير مستطيع، ليه راح انا اندين واروح زي ما حضرتك حج بالتقسيط وحج وقرض واستلف؟ لا، ربنا ما امرناش بكده، خاصه انه لا قدر الله ما حدش بيضمن عمره، لو حدش توفى نعم يسدد هذا القرض او يسدد هذا دين عليك، ماذا ستفعل؟ تركت ورثتك، بدل ما تترك ورثتك اغنياء لا يسالون الناس، تركتهم يتكففون. والاسلام ما امرش بكده، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لك وانتظر ورثتك اغنياء لا يتكففون الناس افضل، خير من ترس ورثتك عالة وان ترس ورثتك اغنياء. قال سعد بن معاذ وان تترك ورثتك اغنياء افضل من ان تتركهم عالة يتكففون الناس. ما اعمل لاولادي وخلي اولادي مرتاحين ماديا عشان ما يحتاجوش لحاجه بعدي، افضل ان انا اسيبهم يمد ايديهم او يعني يكونوا محتاجين. انا راح احج وانا معايشي واستلف ادين اولادي او ادين اسرتي اذا مت، او انا ندين في كم سنه وافضل، يعني لا، الإسلام ما أمرناش بكده، الإسلام يسر وسهل. ولذلك ربنا قالك لمن استطاع، ليه ما قالش على الزكاة لمن استطاع عليه سبيلا، ما قالش على الصيام لمن استطاع عليه سبيلا، ما قالش على الصلاة لمن، لأن عارف إن إحنا كلنا نقدر، كله يقدر. وحتى في الصيام مثلا هناك استثناءات، ولذلك هذا فعلا مع في الصيام برضه ادانا الاستثناءات، وفي الزكاة اللي ما عندوش مال ما يزكيش، واللي هو مريض أو مسافر ما يصومش،
الحامل المرضع اذا ما تصومش الا لما تقدر تصوم، فانت برضه في الحج لا متحجش الا اذا قدرت على نفقات واموال الحج. وطبعا تكون سايب لاهل البيت، طبعا تسيب للنفقه لاهل بيتك يعني واولادك، امال يعني انا اذهب هناك واتركهم هنا يعني يتكففون يمشي يعني يلف على الناس؟ لا، ما اسلام يعني دين مين اللي امر بكده؟ صحيح. احنا مشكله المسلمين ان احنا بنفهم تعليم ديننا ابسط واسهل واجمل من اللي احنا بنعمله. هو انت بس يعني انت لما تحافظ على الفروض الخمسه وتراعي ربنا يعني ما ربنا سبحانه وتعالى يعطيك الاجر برضه والثواب. صحيح. طيب لو هنتكلم عن انه شخص توفي قبل ان يؤدي هذه الفريضه، وابنه او بنته او حد من قرايبه او من اصدقائه، هو طبعا هذا الشخص الذي توفي لم تكن لديه المقدره الماديه او الصحيه. نعم. فشخص بيحج له، ما موقف هذه الحجه؟ يعني هل بتقبل فعلا للشخص المتوفى؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك من احدى النساء فقال حجي عن امك. قالت له امي ماتت يا رسول الله ولم تحج، افاحج عليها؟ قال نعم حجي عنها. فالحجه مقبول، بس شرط ان يكون اللي يحج وقد الحج يكون قضى فريضه الحج عن نفسه عن نفسه. انا راح اقضي فريضه الحج عن والدي متوفي او قلت وانا لسه ما حجتش؟ يعني لازم يسقط الفريضه عنه هو اولا، او اروح اعمل عمره لوالدي او والدتي وانا لسه ما عملتش عمره لنفسي؟ لا، شرط ان اعمل عمره لنفسي الاول او اعمل حج لنفسي الاول، بعد ذلك اؤدي عن والدي الذي مات او والدتي. وطبعا ما ينفعش ان انا اروح اعمل اقول ايه انا هحج السنه دي لو يوم مع بعض، لا هو واحد بس، شخص واحد كل سنه واحد. لو كل سنه واحد، او لو في العمره النهارده واحد بكره، لان العمره يجوز العمره في ايه في كم، ممكن تعمل عمرتين في اليوم ممكن، انما الحج هي مره واحده في العام. طيب فريضه الحج هي فرضت على المسلمين لمن استطاع اليها سبيلا مره واحده وبتسقط كده هذه الفريضه. طيب في ناس عندها المقدره الماديه وربنا يزيدهم ويزيد الجميع يا رب، بيطلعوا كل عام، طبعا احنا ما بنتكلمش في هذه الفتره اللي احنا فيها ولكن في العموم، يقول لك انا عاوز اعمل سبع حجات. بالظبط. ايه بقى موضوع السبع حجات؟ وهل الافضل ليا ان انا لو اديت الفريضه دي مره واثنين وثلاثه اني مثلا اطلع المال اللي انا هعمل بيه الحج السنه دي لشخص اخر غير مقتدر يطلع مكاني واخد انا برضو نفس ثواب الحج؟ طبعا يعني احنا اتكلمنا في الحته ديت، فاحنا برضو نقول انا هروح عاوز اعمل سبع حجات، مين اللي قال لك هات حديث واحد او ايه قرانيه واحده ظهرت لك انك تعمل سبع حجات؟ مفيش في الدين كده يعني. انا بقول لك ابحث، خلي اللي بيقول لك ابحث كده، ده اللي هو فرض على نزل عليه الوحي وكان هناك في نفس المكان اللي في الحج وما حجش عليه مره واحده، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه النبي صلى الله عليه وسلم. انما انت تقول احج سبع مرات، طب ما هو زي ما حضرتك تفضلت في ناس فعلا معهاش المقدره الماليه ولكنه في نفسه يروح يحج. طب لو اعطيته هذا المال وطلعته يروح يحج او يعمل عمره، انت خدت الثواب بتاعه بالظبط زيه بالظبط. من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل به من غير ان ينقص من اجره شيء. انما يعني ودي بقى عاوزه جهاد نفس، واحد يعني عاوزه فعلا واحد عنده يقين في الله وعارف ان ما يفعله هذا الله سبحانه وتعالى سيجازيه عليه. انما احنا زي ما انت حضرتك بتقول، هو يعني مش عاوزين طبعا كل الناس خير وكل الناس كويسه، بس هو عاوز بقى يروح الحج فلان راح سبع حاجات مش هتاخد من ورا الكلام ده حاجه. انما انت لو طلعت واحد فقير حج او اطعمت واحد فقير او زوجت بنت يتيمه او عالجت واحد مريض، ثوابك افضل من حجك اللي انت هتروح، لان انت عملت، انت حجيت خلاص. حجيت خلاص. طيب خلينا نتطرق كده سريعا شويه للاضحيه، مش هنخوض فيها كتير ولكن برضو للساده المشاهدين كم سؤال اللي دايما الناس بتحب تعرف اجابتهم. ايه هي الموعد الصحيح للاضحيه ومتى ينتهي هذا الموعد؟ لانه في ناس معتقده انه بس فصلي لربك وانحر يعني بعد كده خلاص، تاني يوم ما ينفعش، تالت يوم ما ينفعش. هي الاضحيه زي ما احنا نعرف ان ربنا سبحانه وتعالى شرع الاضحيه ان الله سبحانه وتعالى افدى بها سيدنا اسماعيل من الذبح، لما سيدنا ابراهيم امر بذبح ولده اسماعيل، لما سيدنا ابراهيم بدا يمتثل للامر وجاي يذبح ولده اسماعيل نزل الفداء وفديناه بذبح عظيم، فكانت الاضحيه. وشرعت الاضحيه زي ما قلنا توسعه للفقراء والمساكين.
على الفقراء والمساكين، يبدأ وقت أضحية من بعد صلاة العيد. أصلي العيد، النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد خرج، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البقيع ثم رجع وقال هذا خير أيامنا، وأول ما نبدأ به في هذا اليوم هو الصلاة ثم نذبح. فقام رجل قال يا رسول الله لقد ذبحت، ده أنا ذبحت لسه قبل ما أصلي. قال إنما هو طعام قدمته لأهلك، ده أكل، لما مش أضحية، إنما الأضحية. فقال عندي جزعة أخرى، فقال فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اذبحها بعد ما نصلي العيد، لأن وقت الأضحية يبدأ من بعد صلاة العيد. انتهينا من صلاة العيد خلاص، نبدأ بقى الأضحية، وتمتد وقتها إلى رابع أيام العيد اللي هو ثالث أيام التشريق العصر. طبعا أيام يوم العيد اللي هو يوم العاشر، أيام التشريق 11، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر اللي هو يبقى رابع يوم العيد بقى، الثالث عشر إلى العصر، بقى وقتها من بعد طلوع الشمس بربع ساعة اللي هو وقت صلاة العيد، بعد دخول وقت صلاة العيد إلى انتهاء. أما من اللي بيبقى في ناس تذبح يوم، بتذبح يوم وقفة عرفات، هذا يعتبر صدق، ما يعتبرش إيه؟ أضحية. بيذبح بعد كده بعد الوقت ما يعدي أيام التشريق برضه يعتبر صدقة، أو يعتبر لحم أقدمه، ما يعتبرش أضحية. أما الأضحية في هذه الأيام اللي تذكرناها. صحيح. طبعا الأضحية فرد أو رب الأسرة بيذبح عن زوجته وأبنائه. هل يجوز للزوجة في حالة إنها لو هي مثلا مطلقة أو أرملة، أو في حالة سفر الزوج أو عدم غيابه، يجوز لأنها تذبح عن نفسها وعن أبنائها برضو؟ نعم طبعا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم السيدة فاطمة، السيدة فاطمة كانت كانت لها ذبيحة، كانت تذبحها السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قومي فاشهد أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها. فالسيدة فاطمة كان لا أضحية، هي كان لا أضحية، فالنبي قال أمي شوف الأضحية بتاعتك. ومن السنة إن الواحد اللي يذبح أضحية يبقى واقف وإيه. طبعا دلوقتي بقى بينا في يعني إيه، كله مشغول في هناك صكوك الأضاحي دلوقتي اللي يعني تفضلت وزارة الأوقاف عاملاها يعني، فدي كلها برضو يعني تيسيرا على الناس، ويجوز إن يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم لكن الأفضل إنه الشخص من الأفضل برضو إن الشخص، وطبعا هي برضو وزارة الأوقاف ما بتذبح برضو واقفين على في ناس بتقف على الذبح وترى يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها، عشان نشوف برضه دي فضل من فضائل هنتكلم عنها، من فضائل الأضحية. يغفر لك بأول قطرة، أول قطرة دم تنزل ربنا يغفر لك جميع الذنوب والسيئات. وبرضه من السنة زي ما ذكرنا اللي هيذبح أضحية بدخول عشر ذي الحجة يترك شعره وأظافره حتى يكون مثله مثل الحاج المحرم. ده من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، من أول عشر ذي الحجة. عشر ذي الحجة. طيب هل يبقى كده ممكن لو الزوج والزوجة وزواج قائم عادي ممكن هو يضحي وهي تضحي عادي؟ أو هما الاثنين اشتركوا في أضحية واحدة يكون. وده يجوز في العموم الاشتراك في الأضحية؟ طبعا. من نفس الأسرة بس ولا ممكن من أسرتين مختلفتين؟ من جميع الأسر ممكن. هو الأضحية سبعة أسهم، بيبقى سبعة يشترك فيها سبعة. لو مثل مثل الجمل أو البقرة يخش فيها سبعة. ممكن أسرة عيلة كاملة فيها كم أسرة يخشوا مع بعض. طب ولو هو بس خروف يعني؟ خلاص الخروف ده حاجة أسرة واحدة يعني. حاجة لو ناس يعني على قدهم كده بيجيب طبعا خروف صغير على قده، على أساس إن هو يعني إيه يكون على قده بس كده في السمن. يجوز يعني. بس لكن اقصد يعني ما ينفعش اسرتين اتنين يدخلوا مثلا مع بعض يتشاركوا في خروف ويضحوا وبتاع اذا ما كانش والله هناك راء في الفقه قالت في هناك اقل من خروف كمان يعني، ممكن اسرتين يشتركوا في خروف يعني، هم هيشتروا من الاثنين مع بعض يعني، ده كمل يعني تيسيرا يعني، تيسيرا عليهما يعني. وان هم يعني ايه يرجوا الثواب والتوسعه. صحيح. على برضو الفقراء، الدين بتاعنا مش اسهل منه وايسر منه، لا في تشدد ولا في الكلام ده يعني. من اراد ان يفعل ذلك تيسيرا وابتغاء الثواب، ربنا سبحانه وتعالى اكرم يعني. هما الاثنين اجتمع الاثنين في خروف في زي ده صغير على قد يعني على قد مالهم، على ربنا سبحانه وتعالى بكرمه يعطيهم اكثر من هذا، لان هم جادوا على الفقراء، فالله سبحانه وتعالى هو الجواد الكريم، فيقول سبحانه اذا انتم جدتم فانا اجود. صحيح. طيب فكرة تقسيم بقى الذبيحة لثلاث
ثلاث أتلات. تقسم ثلاث أتلات. هي دي مش فرض أو مش سنة، مش يعني هي بس إحنا بنهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أنت حر عايز تاخد نص وطلع نص. هي الأضحية كلها سنة عموما يعني، هي فرض صحيح. يعني واحد برضو من الحاجات اللي الناس بتسأل فيها، يعني أنا ضحيت بضحي كل سنة، فجيت السنة دي وقعت في دائقة مالية، هل يحرم علي إنما لا مش يحرم عليك ولا حاجة، هي سنة. أنت كان عندك مال وضحيت خلاص، ما قدرتش خلاص. واحد دلوقتي أنا بضحي كل سنة، بس أنا أخويا أو ابني أو أخويا وقع في دائقة مالية، فممكن أتغاضى عن أضحية السنة وأدي أعطيها له هو أولى. صحيح. يعني هي الأضحية سنة، بس هو راجل وقع، أخ ليك وقع في دائقة مالية، أنا أساعده أولى، لأن هو إنسان في وقع في هم في غم، عنده أولاد محتاجين، ما أنتش عارف بظروفه إيه. أفضل الأعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سرور تدخله على مسلم أو تطرد عنه جوعا أو تطرد عنه أو ترفع عنه هما أو غما أو تطرد عنه جوعا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، سرور تدخله على مسلم، لما تدخل سرور على واحد مسلم بأنك أخوك أنت تغاضيت السند عن أضحية وديتهم له، عنده بنت بتتزوج، عنده ولد مريض، عن عشته ده يعني ضائقة مالية مش قادر يعيش. فهو الإسلام بتاعنا سهل وجميل وبسيط. صحيح. احنا بس ما نصعبهاش على نفسنا. انما ما هو في ناس تقول لك لا ده انا في لازم اذبح. يا عم طب اخوك اللي هو عايش معاك في بيت واحد، ابن امك وابيك محتاج، يقول لك لا 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 لازم اذبح. طب جه السنه دي اقع في دائقه ماليه، لا يروح يستلف يعني قرض او فلوس من الناس، لازم اذبح. مين انت بتشدد على نفسك كده ليه؟ الاسلام اسهل من كده، اسهل من كده بكتير يعني. صحيح. صحيح. طيب الأضحية ليها يعني استفادة كبيرة جدا لما الواحد بيضحي، يعني لمن استطاع يعني، وشايف انه ما فيش حد اولى بانه يطلعوا الفلوس، وقلنا انه مع بداية الذبح ومع اول قطرة. عايزين نعرف بقى يعني ايه الفوائد اللي بنستفادها من هذه الأضحية. يعني الفوائد ان الله سبحانه وتعالى يعتق بكل عضو من اعضائها عضو منك من النار. الله. يعني شوف كفاية الاستفادة ده هي بس لوحدها. صحيح. يعتق الله بكل عضو من أعضاء من ضحى عضو من أعضاء الأضحية عضو من أعضائه من النار. دي كفاية. وخير وبركة على البيت، وهي صحيح. خير وبركة. أول قطرة. وأول قطرة بيوفر. من دمها. وأنت وهنا في حتة كمان محدش واخد باله منها، جبر الخواطر. إن أنت جبرت خاطر مسكين، جبرت خاطر فقير محتاج. صحيح. يعني محتاج اللي انا رايح له اديله اللحم ده، يعني مؤمن ممكن نقوم ما بي يعني اللحم ده اللحمه دي ما تخشش بيته ولا في العيد ده بس عشان الناس بتذبح. فانا ذبحت وديته. جبر الخواطر ده يعني لو عدنا نتكلم عن ثوابه او جزاؤه، عاوزين وقت كبير عشان نتكلم عن ثوابه وجزاؤه. جبر الخواطر ده يبقى انت ربنا اعتقك من النار، به غفر لك بجميع ذنوبك بأول قطرة من دمه. جبرت خاطر المساكين والفقراء، فيجبر الله بخاطرك في كل شيء. صحيح. طيب نرجع بقى مرة أخرى لفكرة الحج وهذه الفريضة. وكنا بنشوف زمان يعني أيام ما كانت الدنيا لسه مفتوحة، إنه كانت الأعداد بتكون مهولة جدا، فكان بيحصل تدافع وتزاحم، وما كانت الناس الحقيقة ما بتراعيش انه اللي جنبه ده كبير في السن او مريض، او يعني حتى لو شاب ولكن ما عندوش الاستطاعه، فكانوا بيزقوا ويتدافعوا، ويعني كنا بنشوف ناس بتقع وناس بتتوفى اثناء الحج يعني بسبب هذا التدافع والتزاحم. حضرتك تحب تقول ايه في الجزئيه دي تحديدا؟ والله هو يعني فعلا حضرتك ذكرت الحاجه دي، حتى مش في الحج بس، حتى في العمره اللي هو العدد محدود، برضو الناس بتحب يعني الناس كلها عاوزه تمشي في مكان من يعني التقرب من الكعبه، فيحصل التزاحم هنا وبيحصل هنا خناقات. يعني احنا كنا ربنا كرمنا بعمره، راينا ذلك في صحن الكعبه، خناقات كانت، وفي الصفا والمروه. شوف ده قله وعي. صحيح. وقله ايمان، قال لك برضه قله وعي وقله ايمان. المفروض يعني من المفترض ان انا رايح وصلت هناك كده كن همي كله الله سبحانه وتعالى، ووسع لغيري، وطبطب على اخويا المسلم اللي جاي من بعيد، ونوسع لبعضنا، ويبقى التعامل بيننا وبين بعضنا باللين. صحيح. والاخلاق الحسنه. احنا محرم علينا ان احنا نقتل حتى حشره يعني. طبعا. انت في اسمه نعتدي على بني ادم، اسمه الحرم. محرم. طول ما انت محرم محرم عليك حتى الحاجات الصغيره، حشرات الصغيره، ما بالك اعتداء على اخوك المسلم.
انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتني فضيله الشيخ النهارده واستمتعنا بوجود حضرتك معانا. فضيله الشيخ محمد عبد المحسن من علماء الازهر الشريف، ان شاء الله دايما نشوفك ونلقاك على خير. كل سنه وحضرتك طيب، كل سنه والساده المشاهدين كلهم بخير، عيد اضحى كريم ونستمتع بيه كلنا. خلصت حلقتنا، بشكركم شكرا جزيلا على وجودكم معنا في هذه الحلقة وعلى متابعتكم ليها. إن شاء الله نشوفكم في حلقات جديدة. حتى يحين هذا الموعد أترككم في أمان الله.